الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة. اليوم سنستمتع بالشعر فعلا أعدكم بأمسية ممتعة واستثنائية. مرحبا بكم، إن شئتم رغم هذا القيد وهذا اليوم الاستثنائي أيضا في حرارته، والقيروان تظل تستدرج الشعراء ومحبي الشعر. ليس هناك قيروان لم يكون شاعرا بالقول، يكون شاعرا بمحبة الشعر والإحساس به. شكرا لكم، شكرا للتلفزيون الشارقة الذي يغطي هذه الأمسية، شكرا للدكتور نجف المسيري المخرج هذه الحصة هذه التغذية التلفزيونية. مرحبا بضيوفنا الكرام الذين هم في بيته، فبيت الشعر بيت كل الشعراء، الشاعرة والأعلامية المتميزة المبدعة سهام الشعشاع السورية اللبنانية، الشاعر الدكتور يوسف بورديسي من الجزائر، الشاعر الكبير الدكتور راشد عيسى، ومن شعراء القيروان رموز الشعر القيرواني شعراء الكبار فريق أن يأتي رموز شعراء القيروان ويستمعون إلى موسيقى الهويدي ومحمد الغزي. مرحبا بكم جميعا، نبتدي ترشيح هذه الأمسية وإدارتها للأستاذ عبد المجيد فرحات. اليوم أشعلني الهوى وأنا ألملم شمل أجزائي التي احتفلت بأعراس انتظارك لأعود لغزك كلما عصرت قيودك معصمي، أو كلما منيت نفسي باختيارك. ها قد أبحت خرائطي للقادمين على جياد جنونهم ليروا عواصم لهفتي سقطت على ذنب انكسارك. ما كنت أنت ولا هواك، أتظن أن العين لم تألف سواك، أو دون حبك يستحيل الغمض؟ إني اختزلتك آدما لنساء هذه الأرض. ما كنت أنثى الشهوة الحمقاء يوم ظننت أنك صرت الأنثاك، العقم من صلصاله سواك جسدا سرابا غصبه ما اجتاز أفئدة النساء، جسدا تسرب من شقوق الغيم برقا دون ما مطر وأعقبه الانتفاع، جسدا هباء، جسدا تضور شهوة الأنثى وآل إلى الفناء. ليست زليخة غير ظل هارب مني إليك، خذ قميصك ذئبتي تعوي عليك، خذ وردة حمراء ذابلة فأنت الذي أذبلتها بيديك، خذ فتنة الروح التي انطفأت على وهم تسرب من شفق، خذ ما تساقط تحت أشجار انتظاري من أرق. ما كنت غافلة ولا حيرة، ما كنت سادرة ولا سكرة، اليوم خنتك مرة لأسير فوق هشاشة الأصنام حرة، ولكي أفك كل درسي قد أخونك ألف مرة. الحياة فام، الحياة فام، زهرة الحياة.